السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه الشيف سامي كويزين. اليوم ان شاء الله راح ندير لكم تشيكن كييف. هذايا ام بولي فارسي دجاج محشي بالزبده والثوم. تقولوا لكم كيفاش ديروه، سهل على طريقه سهله. واش عندي هنا؟ انا عندي هنا شويه زبده، انا راح ندير حاجه قليله. اذا درتو نتوما بزاف تعرفوا لا كونتيتي. دفاصو نكتب لكم الرابي الثوم هنا في الزبده. عندي هنا شويه معدنوس، عندي شويه فلفل كحل، شويه ملح. واش نديرو دوكا؟ نخلطو كلش. هاي ديك الزبده تاعنا كيما راكم تشوفوا راهي تخلطت. دوكا واش نديرو؟ نحكمو كلين فيلم. ما عندوش كريم فيلم يقدر يدير بابي كويسون ولا نحطوه في الكريم فيلم كيما راكم تشوفوا. ونبلاطيوه، نديروه شغل سوسيج كيما تسمى مرقاس كيما هكذا كيما راكم تشوفوا. هكذا ونحطوه في فريجيدر حتى يجمد، ماشي حتى يولي حجره ولا في كونجيلاتور اذا ما عندكمش الوقت، غير باش يولي يابس برك. هذا ما كان بصح ماشي كونجلي تما مكونجلي. ونتلاقاو ان شاء الله. دوكا هاوليك عندي انا ستر تاع الدجاج تما، هذا يجي بستر تاع الدجاج نحو هذه منا، نديروها دو كوتي. واش نديرو؟ نعطيكم تما كيما نقولوا تيب، نصيحه كيفاش ديروا تشيكن كييف. سي با لا بان تحلوه وتضربوه ومن بعد هاديك تلويوه، هكداك الزبدة تما تقدر تخرج لكم. واش نديرو؟ كيما راكم تشوفو هكدا، دخلو الموس تاعكم هنايا، ما لازمش الموس يخرج. شغل نديرو شغل كيما نقولو جيب هكدا، كيما راكم تشوفو الموس ما لازمش يخرج. هذا ما شغل كيما نقولو نديرو من بوكيت هكدا تما جيب. هاوليك هذا ما كيما راكم تشوفو. وين نديرو الزبده تاعنا هنا؟ هاي ليك الزبده تاعنا حنا راهي جمدت شويه، حكمت روحها كيما راكم تشوفوا. فواش نديرو؟ كيما درنا كيما قلت لكم هذيك، نديرو الزبده تاعنا حنا لداخل هكذا كيما راكم تشوفوا. يا اخي قلت لكم نحيد هكذا واحد المورسو هكذا، نديرو هنايا باش نغرقو به الزبده تاعنا هذيك. هاولي كيما راكم تشوفوا رانا غلقناه. هنا عندي فرينه، عندي بيض، وعندي خبز يابس مرحي شابلور. نديرو شويه الفرينه، نديرو لها شويه الكحل، شويه ملح، نحطو الفرينه تاعنا هكذا. دوكا واش نديرو؟ نديرو الدجاج تاعنا في الفرينة كيما راكم تشوفو. نديرو في البيض، نعاودو نرجعوه في الفرينة هادي تما دير شغل لصقة شغل قلو. نديرو في البيض، ونحطو في لاشابلور. نديرو لاشابلور تاعنا مليح كيما راكم تشوفو. ودركا نحطوه في الزيت، الزيت تكون متوسطة ماشي سخونة بزاف كيما راكم تشوفو. هاوليك الدجاج تاعنا راهو طاب كيما راكم تشوفوا، ما شاء الله التشيكن كييف تاعنا راهو طاب. دوكا نفتحو لكم تشوفوا كيفاش يجي من الداخل. هاوليك ما شاء الله كيما راكم تشوفوا. اسمحوا لي على الحس هذا اللي وقع دركا.
واش نقول لكم، ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو هذه. اذا عجبتكم كيما وريت لكم تشيكن كييف، ما ماشي حاجه صعيبه، هذه هي لا فاصون سهله كاع. اذا عجبتكم ما تنساوش عبزوا على الجرس باش يلحقوكم دي فيديو جدد، تامز اب، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخرى، والسلام عليكم.